للمرة الثالثة يجد الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الحالي دونالد ترامب نفسه متصدراً عناوين الأخبار ومواقع التواصل أمام ما يسميها مطاردة الساحرات. فهو سيمثل اليوم أمام محكمة فيدرالية في واشنطن بتهمة قضائية هي الأخطر إلى الآن بحق رئيس أمريكي السابق. التهم كانت وجهت له من قبل محلفين كبار وعلى إثر تحقيق أشرف عليه المدعي الخاص جاك سميث بخصوص أحداث الكابيتول في عام 2021. والتهم موجهة له من 45 صفحة تضمنت 4 تهم جنائية عنوانها التآمر ضد الدولة الأمريكية وعرقلة إجراء الرسمي للانتخابات وانتهاك الحقوق الانتخابية وللدولة وللناخبين. لائحة الاتهام تم نشرها وتداولها على نطاق واسع، وجاء فيها أن ترامب على الرغم من خسارته للانتخابات لأنه أصر على البقاء في السلطة ونشر أكاذيب تتعلق بعمليات التزوير كانت سبباً في تغير نتيجة الانتخابات الرئاسية الأخيرة لصالح بايدن، وأنه كرر هذه الأكاذيب ونشرها على نطاق واسع. المدعي الخاص جاك سميث أكد أنه سيسعى إلى محاكمة سريعة لترامب، بينما تؤكد وزارة العدل أن القانون فوق الجميع. أما ترامب الذي يخوض حروباً قانونية تتزامن مع حملته الانتخابية ما زال يعتبر أن كل تلك الاتهامات استهدافاً سياسياً ومحاولة للتخفيف من شعبيته في الانتخابات المقبلة وإزاحته عن الساحة السياسية. فنشر على تروث سوشيال بوست قال فيه أنه لم يسبق أن تلقى دعماً بهذا القدر، وأن الاتهام هذا غير مسبوق لرئيس أمريكي سابق حقق نجاحاً كبيراً، وأنه هو المرشح الأوفر حظاً في صفوف الحزب الجمهوري وفي الانتخابات عام 2024 بشكل عام، وأنه كشف للعالم الفساد والفضيحة والإخفاقات التي حدثت في الولايات المتحدة خلال السنوات الثلاثة الماضية، وأن أمريكا في حالة تدهور ولكنه سيجعلها عظيمة مرة أخرى. وحتى أنصار حملة ترامب أصدروا بياناً قالوا فيه أن هذه ليست المحاولة الأولى والأخيرة من بايدن للتدخل في الانتخابات الرئاسية القادمة في عام 2024، خاصة أن ترامب هو الأوفر حظاً فيها. وتساءلوا لماذا انتظروا عامين ونصف لتوجيه هذه التهم، ولماذا تم اختيار هذا التوقيت بالذات؟ وأكدوا في البيان أنه تم إصدار مذكرة التهم بعد فضيحة بايدن في جلسة الكونغرس بخصوص التهم باستغلال نفوذه لدعم أعمال ابنه هانتر التجارية. ولابد من التذكير مشاهدين هنا أن ترامب مثل قبل هذه المحاكمة أمام المحكمة الاتحادية مرتين، الأولى بخصوص الاحتيال المرتبط بشراء صمت ممثلة إباحية خلال الانتخابات الرئاسية السابقة، والثانية تتعلق بتعريض الأمن القومي للخطر من خلال سوء تعامله مع وثائق سرية. واليوم يواجه ترامب دعوى هي الأخطر والأشد. وعلى الرغم من كل هذا والذي يواجهه وواجهه ترامب، لكن آخر استطلاع للرأي أظهر التساوي بين ترامب وبايدن في المنافسة الرئاسية القادمة.